وهنا سبتكم مع الخمسه فرفشه اللي انا وايا كنا بنعملهم وانا بعمل لها الميك اب، وكمان حبيت ان انا اوريكم زي اللوك النهائي للميك اب والفستان ولفه الطرحه كلها. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير، كل سنه وانتم بالف صحه وسلامه. النهارده هنعمل ميك اب توتوريال اللي عملته لآية في السيشن اللي هو المفاجاه اللي انا عملتها لها. اول حاجه استخدمتها وهو الفيكسر بتاع ماريو، ده استخدمته عشان انظف بشرتها. من بعدها استخدمت الجل الاخضر من كيريولان، واستخدمت كريم اس تي فيز اللي هو بالكولاجين عشان ارطب لها بشرتها، واستخدمت كمان الفيكس بتاع الايجرل اللي هو الشمر عشان خاطر بشرتها كانت جافه مني جدا فحبيت ان انا ارطبها. من بعدها استخدمت العجله بتاع كيريولان اللي هي السداسيه، وخدت الدرجه اللي في النص اللي هي الاورنج، وبدات ان انا بفرشه كابوكي من جيسب امشي على الاماكن اللي فيها ديسكلريشن او فيها احمرار او هالات او اثار حبوب. بدات ان انا امشي باللون الاورنج واطبطبه في المناطق دي عشان خاطر اوحد الهالات اللي موجوده، ولما اجي احط الكونسيلر من بعدها ما يقلبش معايا رمادي. من بعدها استخدمت 2 فاونديشنز، واحد من مابلين فيت مي درجة 220، واستخدمت درجة هدى بيوتي اللي هي 150 جي، ومكستهم مع بعض وبدأت ان انا افردهم على الوش. انا مش عارف ايه ليه يعني تلات تربع الفيديو كانت بصة في السقف، والله مش انا اللي قلت لها يا جماعة. وبدأت ان انا افرد طبقة متساوية على البشرة عشان خاطر لما اجي ادمجها ولا تلطش ولا يبقى في حته فيها فاونديشن وحته تانية لا. وليه مكست التو فاونديشنز دول مع بعض؟ عشان خاطر ميبلين فيت مي خفيف فبيناسب البشرات العاديه والمختلطه، والهدى بيوتي كفر تقيل جدا جدا ومحتاج بشره دهنيه. من بعدها بدات ان انا ادمجه بالبيوتي سبونش من بينكي دوز. من بعدها اخدت السوبرا كولر من كيريولان، الدرجه بصراحه مش فاكرها يا بنات بس هي على ما اظن 04، وبدأت ان انا اعمل هايلايت خفيف للبشرة. ان انا ما كنتش عايز اعمل هايلايت قوي اللي هو تكون حاجة باينة اوفر، ان يعني تحسوا ان تحت العين او الاماكن اللي انا عامل فيها هايلايت فاصلة عن باقي الوش. من بعدها اخدت الكونسيلر ده من لوريال انفاليبل، خدت 2 كونسيلرز الدرجات انتوا شفتوها قدامكم، وبدأت ان انا برضو احطها از هايلايت واوحد بيها كل البشرة. هنا بقى مش عارف كنا بنسمع اغنية ايه، انا اظن حب الناس يا حب خلي الناس تحب. من بعدها يا بنات اخدت باليت الكونتور والهايلايت دي اللي هي Forever 52 كاموفلاج باليت، وبدأت ان انا اخد الدرجتين اللي انتوا شفتوها قدامكم بفرشة كابوكي، وبدأت ان انا اعمل سوفت كونتور يعني حاجة خفيفة جدا جدا. حبيت بس ان انا احدد معالم وشها لكن في نفس الوقت ما كنتش عامل حاجه هارش قوي، ان انا كان كل اللي في دماغي لللوك ده ان انا اعمل حاجه ناعمه تماما اذا كان في العيون او في البشره. وبدات ان انا برضو يعني اظبط بس الارنبه بتاعه الانف بتاعتها، هي مناخيرها حلوه جدا لكن نازله على كبير شويه. من بعدها اخدت البلاشر ده على ما اظن كان من باليت ميك اب فور ايفر اللي هو البلاشر الكريمي، وبدات ان انا برضو احط البلاشر في الاماكن اللي شفتها قدامكم يا ماما. من بعدها يا بنات اخدت باودر لورا مارسي وبدات ان انا اثبت كل البشره. وليه اخدت لورا مارسي بالذات؟ عشان خاطر زي ما قلت لكم ان بشره ايه كانت من جافه لعاديه، فافضل باودر انا بنصحكم بيها للعرايس لورا مارسي للانواع البشره دي. واخدت كاركتر على اصفر شويه مكستها معاها عشان خاطر كنت عايز بشرتها تكون على اصفر اكتر. من بعدها حمتها بنفس الفيكس بتاع الايجرل عشان خاطر اشيل اي زيادات من البودر واخلي البشره زي ما انتم شايفين طبيعيه ودوي وكل حاجه مدموجه على البشره. من بعدها اخدت جل الحواجب على ما اظن كان من الايجرل لدرجه سوفت براون، وبدأت ان انا ارسم حواجبها زي ما انتوا شايفين كده هير باي هير بطريقة طبيعية جدا جدا جدا. وقبلها كنت مستخدم لها السوب بتاعت الحواجب، لا قبلها استخدمت لها مسكارة بنفيت، سوري يا بنات، استخدمت لها مسكارة بنفيت اللي هي الشفافة وبدأت ان انا اسرح بيها شعر الحاجب. من بعدها استخدمت جل الحواجب زي ما انتوا شايفين ونضفت طبعا الحاجب. من بعدها اخدت باليت شادو اللي هي الريفولوشن
وبدات ان انا اخد بس الدرجه الفاتحه اللي هي المط تماما، وبدات ان انا اثبت الجفن المتحرك كله. وده كان هايلايتر من اوفرا اللي حطيته في الانر كورنر، الزاويه الداخليه من العين وتحت عظمه الحاجب عشان خاطر ارفعها. من بعدها اخدت فرشه دمج كبيره واخدت اللون الاورنج اللي انتم شايفينه ده من باليت ريفولوشن، وبدات ان انا احطه في الجفن كله ما عدا طبعا الجفن المتحرك. من بعدها اخدت كحل بني وبدات ان انا ادمجه في فرشه صغيره زي ما انتم شايفين كده، حطيته بس على خط الرموش وبدات ان انا ادمجه واطلعه على بره. من بعدها اخدت باليت الشادو دي من انستازيا اللي هي سالتري، واخدت الدرجتين الشمر اللي انتم شفتوها قدامكم وبدات ان انا احطهم على الجفن المتحرك كله. من بعدها اخدت الدرجه البني بنفس الفرشه اللي بتيجي في علبه انستازيا، وبدات ان انا امشي على خط الرموش بس عشان خاطر احيي تاني اللون البني اللي انا كنت حاطه. من بعدها اخدت الرموش اللي انا بنصح اي بنت عندها تاخدها ترميها في الزباله، اخدت رمش منها وبدات ان انا احطها، وحطيت ماسكارا بعدها. لكن يا بنات الرموش دي بوظت لي اللوك خالص، فاضطريت ان انا اشيلها وحطيت من رموش توتا ستايل اللي انا دايما بنصحكم بيها من عند لوجي ستور. من بعدها هنا شلت لها اللينسز خالص عشان خاطر كنت عايز اللوك يكون ناتورال اكتر واكتر. بعدها اخدت كحل بني من فوريفر 52 او فوريفر 52 وبدات ان انا احطه جوه عينيها، واخدت الهايلايتر ده من فريرو ريتشي. ده هايلايتر مش قوي قوي فبحطه على البشره كامله عشان خاطر بس يديني الجلو للبشره. وهنا اخدت طبعا الهايلايتر بتاع اوفرا عشان خاطر كنت عايز البشره تكون جلوي اكتر واكتر، وحطيته في البشرة في الأماكن اللي بيتسلط عليها الضوء. من بعدها أخدت بفرشة الروج وباليت الكونتور بتاعت Forever 52، أخدت بس حددت شفايفها باللون البني وكبرتهم شوية، وبعدها أخدت الجلوس ده من NYX وحطيته على الشفايف كاملة. وهو ده يا بنات الفاينل لوك زي ما انتوا شايفين للميكب. أي حاجة يا بنات لو عايزين تشتروها هتلاقوا في صندوق الوصف أنا جايب كل حاجة منين وبالدرجات وبكل حاجة. ما تنسوش يا بنات تكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الميك اب. بس انا كنت قاصد ان انا اعمل كده في الميك اب، اللوك الناتورال خالص، اللوك اللي مهما عدى عليه سنين بتحسوا ان في الصور ان هو شكله حلو. واللي عايز يشوف الصور يا بنات كامله يدخل على صفحه الفيسبوك او الانستجرام بتوعي، هتلاقوهم برضو في صندوق الوصف. انا صور السيشن نزلتها فيها دلوقتي، وهنا طبعا عملت لها الطرحه بتاعه العروسه ولبستها التاج وكنت بلبسها الحلق، واخيرا طرحت العروسه اللي عقبال يا رب كل البنات ما تلبسها وانا اللي لبسها لها بايديا. وبكده يكون خلص فيديو النهارده يا بنات. بتمنى ان هو يكون فيديو خفيف عليكم وتكونوا اتبسطتوا معايا زي ما انا اتبسطت. بتمنى ان لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير مع كل صحباتكم، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت انا وآية كومنت ايجابي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس اللي جنبه. بحبكم جدا وكل سنه وانتم بألف صحه وسلامه. باي باي.